ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير، يعني ان شاء الله بإذن الله ربنا ييسرها، سواء تقابلنا مرة تانية او ما تقابلناش. احاول بقدر الامكان تكون الدنيا سيمبل، تكون الدنيا ابسط، وعشان ما الاقوش. هي المحاضرة بتاعت الديسكريبتيف ستاتستيك هي من المحاضرات المهمة جدا 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 بالنسبة لي، وهيبقى ان شاء الله امتحان الفاينل هيبقى معظمه عنها بإذن الله، اذا هيبقى في امتحان ان شاء الله بإذن الله. المحاضرة دي اخدنا المحاضرة اللي فاتت السنترال تندنس، المرة دي ان شاء الله هناخد ديسبيرشن. بس قبل ما اتكلم عنه احب اقول لكم ان احنا المحاضرة الجاية واللي بعدها ان شاء الله هتبقى عبارة عن مسائل، هجيب لكم مجموعة كبيرة جدا من المسائل كل اشكالها وكل اكزامبل ان شاء الله بإذن الله هعرفكم ازاي تحلوه، وكل حاجة ان شاء الله بإذن الله هتكون معانا بالتفصيل. تمام، احنا المره اللي فاتت اخدنا وعرفنا ان البرزنتيشن بتاع الداتا غير ما انا بعمله برزنتيشن بالتيبل، لا انا بعمل برزنتيشن كمان ستاتستيكالي بالديسكريبتيف ستاتستيك. تمام، والديسكريبتيف ستاتستيك دي عرفنا ان احنا فيها عندنا منها تو بارتس، اما ان انا بقيس السنترال تندنسي وده اساسي، اما ان انا بقيس الديسبيرشن وده اساسي، يبقى الاثنين مع بعض معايا الاثنين اساسي. خلاص نركز مع بعض يا دكاتره. عرفنا المره اللي فاتت يعني ايه سنترال تندنسي، انا بشوف الداتا بتاعتي كلها هل هي متجمعه حوالين السنتر بوينت، والسنتر بوينت بتاعها ده اللي هو عباره عن ايه، وازاي الداتا بتاعتنا متجمعه حوالين نقطه واحده. تمام، وعرفنا ان احنا عندنا في السنترال تندنسي دوت عرفنا ان في عندنا المين والميديان والمود. المين ده بشوف اللي هو الافريج بتاع الارقام اللي عندي، عندي ناس اعمارها 5 و10 و20 و30 وهكذا، اللي هي عباره عن الان جروب داتا، بقول الاكس بار بتاعتها هي عباره عن سم اوف اكس على ان، بجمع كل الارقام دي واقسمها على عددهم وكده بجيب المين، ودي حاجه سيمبل جدا. تمام، وبعد كده شفنا الميديان اللي هي عباره عن السنتر بوينت، وبعد كده شفنا ازاي بنجيب المود، ودي حاجات كلها سيمبل. دي بالنسبه لي اللي هي الان جروب داتا. لو كان عندي جروب داتا، يعني ايه جروب داتا؟ يعني داتا كانت عباره عن كلاسز، كانت عباره عن انترفال، الناس اللي اعمارهم من 1 لـ 5 واعمارهم من 5 لـ 10 واعمارهم من 10 لـ 20. عرفنا ان احنا كل فئه منهم بيكون ليها فريكوانسي، بقى مش بيكون ليها اكس، بيكون ليها حاجه اسمها الاف اللي هو عباره عن فريكوانسي، وبعد الفريكوانسي بنجيب حاجه اسمها اللي هي الام اللي هي عباره عن الميدل بوينت اللي احنا جبناها قبل كده او كان اسمها الاكس. بعد كده بجيب الميدل بوينت دي وبضرب كل اف مع الميدل بوينت بتاعتها، وفي الاخر بيطلع لي حاجه اسمها الاف ام، وقلنا الميو بتاعنا بيساوي سام اوف اف ام على ان، وبعد كده ضربت مجموع بقى الاف في ام مضروب مجموعين على بعض، وبعد كده جبت في الاخر وقسمتهم على مجموعهم، وجبت في الاخر ايه المين بتاعنا سواء لداتا كانت جروب او سواء لداتا كانت ان جروب. تمام، بعد كده عايزين نقيس بقى الميجرمنتس للديسبيرشن. ايه هو الديسبيرشن بالراحه كده؟ الديسبيرشن انا عايز اعرف قد ايه الداتا دي مشتته، قد ايه الداتا دي مختلفه او هي بعيده عن بعضها. هل الارقام بتاعتنا دي قريبه من بعضها، ولا هل الارقام بتاعتنا بعيده عن بعضها وبعيده في نفس الوقت عن المين بتاعها؟ هل الارقام دي على سبيل المثال ماشيه بطريقه معينه، ولا هل هي بعيده قوي؟ يعني ايه بعيده او بعيده قوي؟ يعني عندي حاله الايج بتاعها كان 5، الحاله الثانيه الايج بتاعها كان 20، كده الديسبيرشن عندي كان عالي قوي كده في الارقام، فبالتالي الحاجات كلها اللي بقيسها في الديسبيرشن هتبقى عاليه جدا. طب لو كان عندي داتا على سبيل المثال الايج بتاع حاله كان 5، الثانيه 6، الثانيه 7، الثالثه 8 وهكذا، لا ده كده التشتت اللي موجود ما بين الارقام وبعضها بيبقى قليل، او الفاريابيلتي ما بينهم بعضها قليله، فبالتالي كل الحاجات اللي انا بقيسها في الديسبيرشن عندي هتكون قليله. فانا عندي في الاول كده خالص ببساطه عايز اعرف يعني ايه الديسبيرشن. الديسبيرشن هو عباره عن التشتت، وعباره عن التنوع، وعباره عن الديفرنس او الاختلاف اللي موجود ما بين الارقام وبعضها. طيب انا دلوقتي لما اجي اخد سامبل معينه، هل السامبل دي المفروض تكون هوموجينيوس ولا المفروض تكون هيتروجينيوس؟ لا، لازم تكون الداتا اللي عندي فيها هوموجينيتي. يعني ايه هوموجينيتي؟ يعني فيها تجانس، لازم تكون الارقام فيها قرب من بعض. لكن لو لقيت ان في رقم كبير قوي ومختلف كده اعرف ان الداتا بتاعتنا فيها هيتروجينيتي، معناه كده ان الداتا ديت مش
مظبوطه، معنى كده الداتا دي بعيده عن بعض، معنى كده هلاقي التشتت في الداتا دي هيكون عالي جدا. طيب هيفرق معايا في ايه؟ هيفرق معايا ان انا دلوقتي عايزه اعمل بحث. خلاص البحث اللي انا بعمله دوت المفروض فيه حوالي 50 حاله، ال 50 حاله دول المفروض يكون فيهم هوموجينيتي. لو انا جيت اشتغلت عليهم ولقيت فيه مجموعه من الناس على سبيل المثال اعمارها في العشرينات ومجموعه تانية اعمارها في الخمسينات ومجموعه ثالثه اعمارها في المئات، طب هل الناس اللي اعمارها في العشرين زي الكاركترستيك بتاعتهم زي الناس اللي عندها 50، زي الناس اللي عندها 60، زي الناس اللي عندها 100؟ لا، كل فئه عمريه من دول بنلاقي ان ليها ديجنريشن في الديزيز بتاعها مختلف عن التاني، فانا لازم يكون في عندي هوموجينيتي في كل مجموعه عندي. كل مجموعه عندي لازم تكون الارقام بتاعتها قريبه من بعض، افويد ان تكون عندي ارقام فيها اكستريمز وفيها اوتلاير كتير، دي بنعتبرها الديسبرشن فيها بيكون عالي. طيب بعد ما فهمت كلمه ديسبرشن انا عايز اعرف بقى الديسبرشن دوت انا هقيس انواعه ايه زي ما مكتوب عندكم في الباوربوينت. types of measures of dispersion انا عندي اول حاجه الرينج، بعد كده عندي الفارينس والستاندرد ديفيشن، هما الاثنين دول يعتبروا حاجه مع بعضهم. بعد كده عندي الكوفيشنت اوف فاريشن، انا عندي اول حاجه الرينج، عندي الفارينس والستاندرد ديفيشن، وعندي كمان الكوفيشنت اوف فاريشن. طيب الرينج، الرينج دي بيقول لي ان هي عباره عن ابسط حاجه بقيس بيها الديسبيرشن. طب بجيبه ازاي؟ بجيب اعلى قيمه وبجيب اقل قيمه. اعلى قيمه واقل قيمه من ايه؟ هتلاقوا عندكم اكزامبل في اعمار مجموعه من البشر من 12 25 27 29 36 48. انا عايز اعرف الرينج بتاع الناس دي ماشيه في ايه، الرينج، الرينج بتاعهم من كام لكام. يعني على سبيل المثال انا بسال الناس اللي موجوده قدامي دي اعمارهم، حد قال لي 25، واحد تاني قال لي 26، واحد قال لي 27، واحد قال لي 28. يبقى اقل رقم فيهم يبقى 25، اعلى رقم فيهم 28. يبقى الرينج بتاع الناس دي من 25 لكم؟ ل 28. طيب مجموعه تانية الرينج بتاعهم من 25، واحد تاني عنده 60، واحد تاني عنده 80، واحد تاني عنده 100. يبقى الرينج بتاعهم من 25 لحد الكام؟ لحد 100. طيب الرينج ممكن اقول عليه ان انا ممكن اكتبه بطريقتين، اما اقول من كذا لكذا، اما ان انا اشوف الفرق بينهم كام. على سبيل المثال لو انا الاكزامبل اللي قدامي في الباوربوينت اللي قدامكم 12 لحد 62، فانا عندي الرينج بتاعهم من 12 ل 62. طيب لو انا عايزه اطلعه بقى كرقم هقول 62 ناقص 12 يبقى عندي 50، يبقى ماشيين في رينج الكام؟ الخمسينات. خلاص يبقى انا عندي في رينج الخمسين. يبقى انا عندي الرينج بعبر عنه بطريقتين. الطريقه الاولى ان انا هقول اول حاجه عندي انا ماشي في رينج من كام لكام، من عندي من 12 ل 62 اقل رقم واعلى رقم. طيب اكتبه بطريقه تانية اطرحهم من بعض وهقول ان الرقم ده هو ده الرينج بتاعي اللي طلع لي. تمام، يبقى انا عندي الرينج بطريقتين هعبر عنهم، هقول من 12 ل 62 ده اول حاجه، تاني حاجه الرينج بتاعي هطرحهم من بعض ويطلع لي الايه الرقم. اظن كده الرينج ما فيهوش اي مشاكل خالص خالص خالص، ما فيهوش اي حاجه. لو واحد بيذاكر، بيذاكر من 2 ل 8 ساعات في اليوم، من 2 ل 8 ساعات في اليوم، يبقى الراجل ده في 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 في, في الرينج بتاعه بيذاكر 8 ناقص 2 يبقى 6 ساعات ماكسيمم. يبقى الراجل ده الرينج بتاعه بيذاكر ماكسيمم بتاعه حوالي 6 ساعات. تمام، يبقى انا عندي الرينج، هجيب لك رقم او هجيب لك مجموعه ارقام، مجموعه الارقام دي هتشوف اقل رقم فين واعلى رقم فين، مش تاخد اللي على الطرف من هنا وعلى الطرف من هنا، لا اقل رقم واعلى رقم اطرحهم من بعض. يبقى ده الرينج بتاعنا، يبقى ده الرينج بتاعنا، وهنكتب برضو اقل رقم واعلى رقم، ودي دي نقطه. والنقطه الثانيه هقول الرقم بتاعنا النهائي، ده هطرحهم من بعض واطلع الرينج اللي احنا كنا خدناه قبل كده اللي هو كان عباره عن اللينس. اخدناه اللينس قبل كده في مين؟ في الفريكوانسي، لو كنا بنحدد الكوميوليتيف ريليتيف فريكوانسي. تمام، طيب بقى عند اول نقطه الرينج، ودي ما فيهاش اي مشاكل وسهله جدا. والقانون بعد كده في الصفحه اللي بعدها هو الديفرنس ما بين اللارجست والسمولست اوبزرفيشن، وبطرحهم من بعض. تمام، بعد كده عندي فاريانس وستاندرد ديفيشن. ليه حاطينهم مع بعض؟ لان انا لو جبت الفاريانس بجيب الستاندرد ديفيشن بالجذر التربيعي بتاعه سكوير روت. طيب الستاندرد ديفيشن دوت بيعبر لي عن ايه؟ الستاندرد ديفيشن معروف، احنا عرفنا هيقيس الميجر اوف ديسبيرشن، وده اساسي 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 اساسي، ودي اكتر حاجه بتستعمل، وبيعرفني ازاي الداتا بتاعتي فيها تشتت، التشتت بتاعها قد ايه، اخبارها ايه. تمام، طيب بعد كده قال لي الفاريانس، الفاريانس بتاعنا قال لي ان هو الاس سكوير
اس سكوير، وزي ما خدنا قبل كده الجدول اللي موجود فيه السيمبل بتاع كل حاجه فيهم. عندي الاس سكوير هي بتاعه الفاريانس، وعندي الاس هي عباره عن مين اللي ستاندرد ديفيشن. طب الاس سكوير ايكوال ايه؟ هو عباره عن صم افتح قوس اكس ناقص الاكس بار او الاكس داش القوس لكل سكوير على ان ناقص واحد. لو انا جبت الاس سكوير، عملت القانون ده كله وحليته وجبت الاس سكوير عندي، يبقى انا من خلالها اقدر اجيب الجذر التربيعي بتاعها، واقدر احدد مين الستاندرد ديفيشن بتاعها. يبقى انا عندي الستاندرد ديفيشن عارفه ان هو بيكون عباره عن السكوير روت الخاص بمين؟ الخاص بالاس سكوير بتاعتنا، نجيب لها الجذر التربيعي وتبقى الدنيا فيها تمام وما فيهاش اي مشكله. تمام. طيب المعادله بتاعه الستاندرد ديفيشن هنلاقيها هنلاقي المعادله بتاعه الستاندرد ديفيشن بعدها ب 2 سلايد. الكلام النظري الكتير ده انا مش عايزاه، اهم حاجه عندي تعرفوا القوانين. المعادله بتاعه الستاندرد ديفيشن انا عندي الاس ايكوال السكوير روت بتاع مين؟ سام اوف اكس ناقص الاكس بار قوس كل سكوير على ان ناقص واحد. الاكس دي هي عباره عن ايه؟ دي عباره عن الاوبزرفيشن بتاعه كل حاله. كل حاله على سبيل المثال الايدج بتاعها كان 5، يبقى الاكس بتاعتنا هي عباره عن 5 ناقص الاكس بار. الاكس بار ده اللي هو عباره عن ايه؟ ده بيكون عباره عن المين بتاعنا. تمام. القوس لكل سكوير على ان ناقص واحد. هاخد معاكم اكزامبل بسيط جدا، هو ما فيش اكزامبل عندنا في الورق، ولكن الاكزامبل ده انا هقوله لكم ونظبط مع بعض وتحلوه زي ما انا هقول لكم عليه دلوقتي. والمره الجايه ان شاء الله يبقى في مسائل كتير اكتر عن الموضوع. تمام. لو انا عندي مجموعه من الاشخاص اعمارهم هي عباره عن 2 و5 و6 و7 و8، تاني الاكس بتاعتنا هي عباره عن 2 5 6 7 8. تمام. اول حاجه عشان اقدر اطلع الستاندرد ديفيشن واقدر اطلع الفاريانس، ومن الفاريانس اقدر اطلع الستاندرد ديفيشن، هعمل جدول حلو كده كبير هيبقى عناوينه من فوق الاكس، وبعد كده عندي الاكس بار، وبعد كده عندي المعادله بتقول ايه؟ هو اكس ناقص اكس بار. يبقى هجيب الاكس ناقص الاكس بار لوحدها، وبعد كده هجيب الاكس ناقص الاكس بار قوس كل سكوير. ناخدهم خطوه خطوه. انا عندي الاكس فيها كم ايج؟ فيها 2 5 6 7 8. طب الاكس بار ده بيكون عباره عن ايه؟ ده بيكون عباره عن المين. عايز اجيب المتوسط بتاعه الارقام دي، عادي جدا، هي عباره عن ايه؟ المين هيساوي سام اوف اكس على ان. طب الاكسات هي عباره عن ايه؟ 2 زائد 5 زائد 6 زائد 7 زائد 8، على ان عددهم كام؟ 1 2 3 4 5. عندي 5 حالات، يبقى هجمعهم واقسمهم على 5 هيطلع لي كام الاكس بار؟ 5.6. مفيهاش مشكلة. يبقى أنا عندي أول حاجة طلعتها هي عبارة عن مين؟ الإكس بار اللي هو عبارة عن المين. هاخد كل إكس لوحدها وأطرحها من الإكس بار. يعني إيه كل إكس لوحدها؟ يعني أنا عندي في الإكسات كان فيه 2 و5 و6 و7 و8، هاخد الاتنين دي وأطرحها من 5.6. يبقى أنا كده طلعت إيه؟ الإكس ناقص الإكس بار، ودي لوحدها خانة تانية. الاكس ناقص الاكس بار للاولانيه بقى 3.6، للعمر اللي كان 5 ناقص 5.6 بقى 6. بعد كده عندي العمر اللي هو 6 ناقص 5.6 هيطلع لي 4. العمر اللي هو 7 ناقص 5.6 هيطلع لي عندي 1.4، وهكذا. تمام. طب هو عندي في ماينس وفي بلس بتطلع لي في المساله، يعني 2 ناقص 5.6 هيطلع لي بالماينس. انا الماينس مش فارق معايا. ليه؟ لان المعادله بتاعتي بتقول الاكس ناقص الاكس بار سام اوف اكس ناقص الاكس بار قوس لكل سكوير. كل رقم من دول طلع عندي انا هربعه، هربع التلاتة وستة هتبقى 12.96، هربع 6.10 هتبقى 36/100، هربع الاربعة من عشرة هتبقى 16/100 قوس لكل سكوير. تمام. بعد ما ربعت الارقام دي كلها المعادلة بتاعتي بتقول ايه تاني؟ نرجع لها، هي عبارة عن صام الاكس ناقص الاكس بار قوس لكل سكوير. يبقى انا كل الحاجات اللي انا عملتها دي هجمعها كده مع بعض، وبعد ما جمعتهم بقى كل ده طلع عندي في الاخر مجموعهم كام؟ طلع عندي مجموعهم 21.2. طيب بعد كده هجيب مين؟ الاس سكوير. الاس سكوير هتساوي ايه؟ هتساوي صام اكس ناقص الاكس بار قوس كل سكوير على ان ناقص واحد،
21.2 على n اللي هي 5 ناقص 1 يبقى بكام؟ ب4، يبقى 21.2 على 4 ايكوال كام؟ ايكوال 5.3. يبقى انا عندي الاس سكوير الفاريانس بتاعنا 5.3. طيب الاس بس اللي هو الستاندرد ديفيشن هيساوي ايه؟ هيساوي الجذر التربيعي بتاع مين؟ الخمسة وتلاتة. لما اخد جذر تربيعي لأي حاجة هيطلع لي بلس او ماينس 2.3. يبقى انا عندي الستاندرد ديفيشن بتاعي ايكوال ايه؟ بلس اور ماينس 2.3. يعني ايه بقى الستاندرد ديفيشن بتاعنا ايكوال بلس اور ماينس 2.3؟ يعني انا عندي الداتا اللي عندي دي الفاريابيليتي اللي موجودة فيها او التشتت او الفوارق ما بين الارقام وبعضها بمقدار بلس اور ماينس 2.3. تمام. طيب هل لو كان الستاندرد ديفيشن بتاعنا ده عالي او كان قليل بيفرق معايا؟ كل ما كان الستاندرد ديفيشن بتاعنا عالي هنلاقي ان هو بيقرب من مين؟ بيقرب من المين، وده خطا. ما ينفعش ان الستاندرد ديفيشن بتاعنا يقرب من المين، ده بنعتبر ان الديسبيرشن كده عالي، ومعنى كده الارقام بتاعتي كانت بعيده جدا عن بعضها، معنى كده ان مفيش هوموجينيتي، معنى كده ان السامبل بتاعتي في الاساس كانت غلط. كل ما يكون الستاندرد ديفيشن بتاعنا قليل، كل ما يكون الديسبيرشن ما بين الارقام وبعضها قليل، معنى كده الداتا دي كانت عباره عن هوموجينيس، معنى كده ان السامبل كنت انا واخدها مظبوط. اذا انا الستاندرد ديفيشن ده بيعتبر عامل مهم جدا ان انا اقدر اقرا الداتا بتاعتي. لو في مشكله في الستاندرد ديفيشن كل حاجه هتبدا انها تظهر بقى، ابدا ان عرفت ان انا اخدت السامبل اصلا من البدايه غلط، الراندومايزيشن اللي انا عملته من البدايه كان غلط، كل حاجه انا كنت شغلت فيها كانت خاطئه. تمام. يبقى انا عندي عشان اقدر اطلع الستاندرد ديفيشن لازم اطلع قبل منها الفاريانس اللي هو بيكون عباره عن الاس سكوير. اس سكوير ايكوال سام، افتح قوس. يعني ايه سام؟ يعني مجموع. مجموع ايه؟ اكس ناقص الاكس بار قوس كل سكوير، اقفل قوس على ان ناقص 1. الاكس هي عباره عن الايج بتاع كل واحد، كل حاله لوحدها، ناقص الاكس بار اللي هو عباره عن المين. يبقى كل ايج عندي سواء كان 2 أو 5 أو 6 هينطرح من دوت، وحاصل الطرح بتاعه هربعه واجمع التربيع واقسمهم على ان ناقص 1، يطلع لي مين؟ الاس سكوير. اجيب الجذر التربيعي بتاعها يطلع لي مين؟ الستاندرد ديفيشن. الستاندرد ديفيشن مش بوزيتيف بس، زي ما الصفحه اللي بعدها بتقول الستاندرد ديفيشن از ديفايند از ذا بوزيتيف سكوير روت اوف فاريانس، اللي هي عباره عن بوزيتيف اند نيجاتيف الاثنين. تمام، بوزيتيف اند نيجاتيف. تمام، يبقى عندي الستاندرد ديفيشن هو بوزيتيف ونيجاتيف عادي جدا، بقول ان الستاندرد ديفيشن عندنا بلس اور ماينس 2.3. خلاص، لما باجي اعرض الداتا بقول لو هنبص على اي حاجه في الدنيا بنقول ان المين بتاعنا في الداتا اللي قدامنا دي هيبقى المين بتاعنا 5.6 بلس اور ماينس 2.3. ده المين بلس اور ماينس الستاندرد ديفيشن، وده الطبيعي بتاعه بينكتب كده في كل الدنيا، مين بلس اور ماينس الستاندرد ديفيشن. والستاندرد ديفيشن بعبر عنها بالاس دي، او بقول عليها هي عباره عن اس بس. تمام، بعد كده هنلاقي في عندي منحنى كده، ده بنسميه اللي هو النورماليتي كيرف. النورماليتي كيرف ان شاء الله باذن الله هيبقى ليه محاضره لوحده. بيقول لي ان انا عندي في الاثنين دولت ان المين بتاعنا ثابت سيم مينز، لكن في عندي ديفرنت ستاندرد ديفيشن. الستاندرد ديفيشن لو هنبص كده على السهم في المره الاولانيه، لا الستاندرد ديفيشن بتاعها كان قليل من اول المين، الخط اللي في النص دوت بيحدد لي ده هو عباره عن المين. بعد كده في عندي بالعرض، العرض دوت ده بيحدد لي مين الستاندرد ديفيشن. يبقى انا عندي العرض بيحدد لي مين الستاندرد ديفيشن، لكن الطول بيحدد لي مين المين بتاعنا. هبص عليهم هما الاثنين لهم نفس المين، هما الاثنين لهم نفس المين، ولكن الستاندرد ديفيشن بتاعهم مختلف. يعني ايه؟ يعني انا ممكن يكون عندي مجموعه ارقام، مجموعتين، مجموعه فيها على سبيل المثال، خلينا نعمل لكم مثال معايا هنا، على سبيل المثال مجموعه فيها 2 و4 و4، والمجموعه الثانيه فيها 3 و2 و5، هنلاقي ان المين بتاعهم واحد. 2 و4 و4 مجموعها كام؟ 10/3، فهيطلع لي 3.3. طب والمجموعة اللي هي 3 و2 و5 هتطلع لي ب10 واقسمهم على 3 هيطلع لي 3.3. لكن لو جيت احسب الاثنين دولت هلاقي ان عندي
الستاندرد ديفيشن بتاع الاولانيه مختلفه عن الستاندرد ديفيشن بتاع التانية؟ يعني هل ممكن يكون المين بتاعنا واحد ولكن الستاندرد ديفيشن يطلع لي يكون مختلف؟ اه، وده هنبص عليه من الرسمه. هلاقي ان الستاندرد ديفيشن بتاع الاولانيه مختلف عن التانية، وهلاقي ان في التانية الديسبيرشن كان عالي جدا والستاندرد ديفيشن بتاعنا كان كبير جدا بالرغم من ان المين بتاعهم واحد. ولكن ده يقول لي ايه برضه؟ يقول لي ان ممكن تكون في الرسمه الاولى، مش ممكن، هو اكيد ارقام كانت قريبه من بعضها جدا، ولكن في الرسمه الثانيه الارقام كانت بعيده عن بعضها، فبالتالي الستاندرد ديفيشن كان كبير. بعد كده هناخد نقطه مهمه جدا جدا جدا، هي عباره عن بعد وقت عرفنا ايه، عرفنا الستاندرد ديفيشن ازاي هقدر احسبه والفاريانس والرينج. بعد كده عند الكوفيشنت اوف فاريشن، ايه هو الكوفيشنت اوف فاريشن؟ ده بالعربي كده هو عباره عن معامل الاختلاف، ده بقى المقياس لنسبه التشتت او التغير اللي موجود عندي في الداتا. ايه هو الكوفيشنت اوف فاريشن؟ هو عباره عن معامل الاختلاف. يعني ايه معامل الاختلاف؟ ده عباره عن مقياس للتشتت او لتبعثر الداتا بتاعتي. اذا بتاعتي متبعثره او داتا بتاعتي متشتته، اه دوت اللي بيقيسه لي بقى، بسميه الكوفيشنت اوف فاريشن، وهو دايما بيكون بيرسنت، تمام، وبستعمله عشان ممكن اقارن ما بين مجموعتين وبعضها في نسبه التشتت. اقول لك عرفني الديفرنس اللي موجود، هل في ديفرنس موجود ما بين المجموعتين ولا، عرفني الفاريابيليتي ما بين المجموعتين اخبارها ايه، مين فيهم الفاريشن فيه عالي عن التاني، تمام. طيب بحسبه ازاي؟ الكوفيشنت اوف فاريابيليتي ايكوال للستاندرد ديفيشن على المين اللي هي الاكس بار، وبعد كده بضرب في 100. بقى عندي الكوفيشنت اوف فاريابيليتي عباره عن الريشيو ما بين مين ومين، الستاندرد ديفيشن ومين والمين بتاعنا، وبعد كده بضربها في 100. يبقى انا عندي تاني ايه هو الكوفيشنت اوف فاريشن؟ هو عباره عن معامل الاختلاف بيقيس لي التشتت والتبعثر، بتكون نسبته بقى قد ايه. يبقى انا عندي الستاندرد ديفيشن بيعرف لي الداتا دي سبريد ولا لا، السبريد بتاعها اخباره ايه. طب البيرسنت او النسبه التشتت او مقياس التشتت دوت بايه؟ بالكوفيشنت اوف فاريشن. يبقى انا قلت لك اس لي نسبه الفاريابيليتي او نسبه الفاريشنز اللي موجوده عندي، هتجيب لي مين؟ هتجيب لي كل حاجه لحد في الاخر، تجيب لي الكوفيشنت اوف فاريشن، لان هو ايكوال الاس على الستاندرد على المين في 100، تمام. طيب ناخد مثال كده على سبيل المثال، لو انا كان عندي الاكس بار بتاعه مجموعه اطوال كانت حوالي 161 و4 من 10، والستاندرد ديفيشن بتاعهم كان 23.2 من 10. طب انا عندي الكوفيشنت اوف فاريابيليتي بتساوي ايه؟ هتساوي المين اللي هو 161 و4. الكوفيشنت اوف فاريابيليتي، لا مش مظبوط، الكوفيشنت اوف فاريابيليتي بيساوي ايه؟ بيساوي الستاندرد ديفيشن اللي هو عبارة عن 23.2 من 10 على 161.4، هيطلع لي ب14 وحاجة من 10%، تمام. يبقى أنا عندي كده الكوفيشنت اوف فاريابيليتي بتاعتنا ايكوال 14 وحاجة%. طب لو جيت كإكزامبل تاني وقلت لك إن المين بتاع مجموعة من الأوزان كان 67 والستاندرد ديفيشن بتاعهم كان 3.2 من 10، وجيت است السي في، قال ان السي في ايكوال 3.2 من 10 على 67، فيطلع لي 4.7%. لو كل ما بيكون الكوفيشنت اوف فاريابيليتي بتاعنا قليل، كل ما بتكون الداتا بتاعتنا تمام والارقام بتاعتنا كانت قريبه من بعض ومفيش عندي تشتت ومفيش عندي سبريد، كل ما كانت الارقام، كل ما كان الكوفيشنت اوف فاريابيليتي بتاعنا عالي، معنى كده ان في عندي سبريد بطريقه فظيعه في الارقام، الارقام بتاعتنا بعيده عن بعضها جدا. يبقى انا قلت لك اس للفاريابيليتي او اعرف لي هل الديفرنس اللي موجود ما بين المجموعتين اخبارهم ايه او قد ايه، هطلع لي مين الكوفيشنت اوف فاريشن. بقى عندي تاني الديسبيرشن بقيسه بايه؟ بقيسه بالرينج، وده خلاص عرفنا اقل رقم واعلى رقم. تاني حاجه عندي بقيسه بايه؟ الستاندرد ديفيشن. الستاندرد ديفيشن هنعمل الجدول والمعادله والفاريانس، هما الاتنين مع بعض يجوا مع بعض. وبعد كده عندي الكوفيشنت اوف فاريشن، بما اني جبت الستاندرد ديفيشن وبان عندي المين، اقدر اقيس مين؟ الكوفيشنت اوف فاريشن، هو عباره عن معامل الاختلاف بيقيس لي مقياس التشدد او التغير في اي داتا.
تمام، هو عبارة عن الريشيو ما بين الستاندرد ديفيشن والمين، ولازم أكون واخدة بالي. وأنا لو أنا مش فاهمة إحصاء خالص، يفضل إن يكون لما أجي أبص على الأرقام كده عندي ولقيت إن المين 5 و8 أو 6 بلس أور ماينس 2، أه كده الدنيا ماشية تمام إلى حد ما. لازم يفضل إن أنا أكون أقل من النص بتاع المين، يفضل يكون الستاندرد ديفيشن أقل من نص المين، وفي ناس بتقول يفضل يكون أقل من 30%. تمام. بعد كده بقى لو انا عايزه احسب الستاندرد ديفيشن والفاريانس لجروب داتا، لو انا عايزه احسبها لجروب داتا سواء كانت سامبل او سواء كانت بوبوليشن، نفس الكلام هنقوله تاني. هيبقى عندي الاس سكوير، لو بتكلم على سامبل اس سكوير ايكوال ايه، ايكوال سام اوف فريكوانسي مضروبه في مين، الام ناقص الاكس بار قوس كل سكوير على ان ناقص 1. والاس لو انا عايز اجيب بقى الستاندرد ديفيشن ليها هجيب الجذر التربيعي بتاع الاس سكوير. نفس الكلام البوبوليشن اللي هي عباره عن السيجما سكوير، هو جاست بس انا بحط مين الرموز المختلفه، الاس السيجما سكوير بتاعه البوبوليشن اللي هو عباره عن الفاريانس ايكوال ايه، ايكوال سام اوف سام فريكوانسي مجموعه الفريكوانسي، كان الفريكوانسي بتاعهم كام، افتح قوس الام ناقص الميو اللي هي عباره عن مين، الميو دي اللي هي عبارة عن مين، دي عبارة عن مين، دي عبارة عن المين القوس لكل سكوير على ام. تمام. ناخد مثال بسيط جدا، مثال بسيط جدا وناخد بالنا من المسألة دي كويس. انا عندي انترفال، معنى اصح ان انا عندي جروب داتا، يبقى مادام عندي جروب داتا يبقى لازم يكون عندي فريكونس، قال لي واحد من 1 لـ 3 كانوا الفريكونس بتاعهم 4، ومن 3 لـ 5 كان الفريكونس بتاعهم 12، من 5 أندر 7 كان الفريكونسي بتاعهم 13، من 7 أندر 9 كان الفريكونسي بتاعهم 19، في الآخر يعني مجموعهم كان كام، صاموا فريكونسي كان كام 60. تمام. طيب الام ايه هي، الام ايه هي، الام اللي سألينها في الجروب ده قبل كده، الام هي عبارة عن ايه، هي عبارة عن الميدل بوينت. يبقى انا عندي 1 زائد 3 بيساوي 4 على 2، هيطلع لي ب2 للانترفال الاولاني، الانترفال الثاني 3 زائد 5 ب8 على 2 هيطلع لي 4، الانترفال الثالث 5 زائد 7 على 2 هيطلع لي 6، 7 اللي بعدها 7 أندر 9 يبقى 7 و9 على 2 هيطلع لي 8. انا كده خلاص جبت مين، الميدل بوينت. طب ايه هو الاف ام، المعادله بتاعتي، المعادله تحت بتقول ايه، بتقول ان السيجما سكوير، لان هو الاكزامبل هنا كان واخدها من بوبوليشن، السيجما سكوير ايكوال سام فريكوانسي مضروب في الام ناقص الميو القوس لكل سكوير على ان بوبوليشن على ان السامبل هي اللي ان ناقص 1. طيب السيجما سكوير سام فريكوانسي، سام فريكوانسي كام طلعناه في المساله، طلعنا بكام، ب60. تمام. طيب المسألة بتقول ايه، الام ناقص الميو القوس لكل سكوير على ان. طب انا عايزة الميو، انا جبت الام بس، طب اجيب الميو ازاي، اخدنا قبل كده الميو بتاع الجروب بتاع بيساوي ايه، بيساوي صام اف ام على ان، صام اف ام على ان. يعني ايه صام اف ام، يعني الاف مضروبه في الام، اخدناها قبل كده. يبقى عندي الاثنين في 4 ب8، 12 في 4 ب48 وهكذا. فانا الميو بعد ما جبت مجموعهم هقسمهم على الان اللي هي عباره عن 60، وطلع لي في الاخر ان المين بتاع الجروب داتا دي حوالي 6.93%. تاني عشان اقدر اجيب الفاريانس واجيب الستاندرد ديفيشن لجروب داتا، الجروب داتا دي كانت عبارة عن بوبوليشن وليست سامبل، يبقى هستعمل انهي قانون، ارجع للصفحة اللي بعدها، السيجما سكوير ايكوال سام فريكونسي مضروبة في ام ناقص الميو قوس كل سكوير على ان. ارجع تاني. طيب اهم حاجة عندي، وانا عندي الميو، انا عندي المتوسط اقدر اجيبه، اقدر اجيبه الميو بيساوي ايه، بيساوي صام اف ام على ان. طب او على صام اوف اف مش فارقه، هي الاثنين واحد. طب صام اف في ام، انا جبت الام، جبت الام، عرفنا ازاي بنجيبها، هي عباره عن الميدل بوينت، وضربت الاف في الام وجمعتهم
جمعتهم طلعوا كام؟ 416. بعد كده قسمتهم على مجموعهم 60 وطلعت الايه؟ الميم. طيب بعد ما طلعت الميم القانون تاني ارجع له بيقول ايه؟ بيقول sum of f اللي هو الفريكوانسي مضروب في الام ناقص الميول قوس كل سكوير. يبقى انا هطرح الام ناقص، هطرح الام من مين؟ من مين؟ هطرح الام من مين؟ من الميو. المتوسط بتاعنا كان كام؟ 6.93. يبقى هقول 2 ناقص 6.93 بيساوي كام؟ -4.93. طب 4 ناقص 6.93 هيساوي كام؟ -2.93. وهكذا. بعد كده هقول الام ناقص الميو بقى القوس كل سكوير. مش فارق معايا ليه الماينس والبلس اللي كان موجود قبل كده، انا كده كده هربعهم، هربع كل رقم لوحده، كل رقم لوحده، حد ان انا ابدا فيه بالتربيع بتاعه، وبعد كده هبدا ان انا ايه ربعت ال 24.305 بقت 97. لا ثواني، هنربع ال 4.93 بقت 24.305، هنربع ال 2.93 بقت 8.858. كل رقم من دول ربعناه خلاص. بعد ما ربعناهم هنجيب ايه؟ هنشوف الاف ام ناقص الميول قوس كل سكوير. احنا قلنا ان في اف مضروبه في القوس، الاف دي عباره عن ايه؟ عباره عن الفريكوانسي. هاخد الاربعه واضربها في الام ناقص الميول قوس كل سكوير بتاعت كل واحده لوحدها. المجموعه او الانترفال الاولاني هيبقى الاربعه في 24.305 هيطلع لي 97. المجموعه الثانيه هيبقى عند ال 12 في 8 يطلع لي بكذا. المجموعه الثالثه 13 في 8 من 10 هيطلع لي 11.2. عند المجموعة تلاتة 19 هضربها في 1.14 هيطلع لي 21. وهكذا خلصت كله على بعض وهجمعهم. وبعد كده طلعت مين؟ طلعت sum of f مضروبة ال m ناقص الميول قوس كل سكوير. بقت مجموعة كلها على بعضها 427.740. طيب هي السيجما بقى بتاعتنا كانت بتساوي ايه؟ بتساوي sum of f مضروبة في ال m ناقص الميول قوس كل سكوير على n، هيساوي 427.7 على 60، هيساوي 7.1. عايز اجيب السيجما اللي هي عبارة عن الساندرد ديفيشن. يبقى السيجما هتساوي الجذر التربيع بلس اور ماينس الجذر التربيع 7.1 هيساوي 2.69. هنعيد المسألة دي مع بعض تاني بالراحة كده. بوبوليشن وليس سامبل. يبقى ارجع تاني الفاريانس والساندرد ديفيشن لجروب داتا، بوبوليشن وسامبل. عندي بوبوليشن، طيب هي دي ايه؟ جروبت. يبقى انا عندي دي الجروبت اللي قبلها بالظبط، ده الجروبت، ده قانون مين؟ الجروبت، يعني ده قانون الانترفال، ده قانون الكلاسز، تمام؟ اللي هو بقى موجود فيه بيبقى بيقول لي انا عندي ناس اعمارهم من رينج 1 لـ5 او من 5 لـ10 ومن 10 لـ20 وهكذا. انا في عندي جروبت ده رقم واحد، لازم اتاكد هل في موجود في عندي جروب داتا ولا لا. في عندي جروب داتا، طب انا اسامبل ولا بوبوليشن؟ قال لي بوبوليشن. يبقى انا كده خلاص هشتغل بالقانون الثاني اللي هو سيجما سكوير، والسيجما دي هي عباره عن الفاري ايكوال صام مجموع الاف اللي هي عباره عن الفريكوينس مضروبه في مين؟ مضروبه في الام اللي هي عباره عن الميدل بوينت ناقص الميو اللي هو عباره عن المتوسط القوس لكل سكوير على ان اللي هو مجموع الفريكوينس، تمام؟ هعمل جدول كبير جدا هحط فيه الاف قصاد كل كلاس انترفال عندي، واجيب الام اللي هي عباره عن الميدل بوينت. جبتها ازاي؟ 1+3 بيساوي 4/2 × 2، 3 و5 8/2 و4. جبت الام هضرب الاف في الام. ليه بضرب الاف في الام؟ عشان انا عندي عنصر مفقود كبير جدا في المعادله اللي هو عباره عن مين؟ الميو. طب الميو بتساوي ايه؟ بيساوي صام اف ام على ان او صام اوف اف. طيب الاف اللي هي عباره عن مين؟ الفريكوينس، والام اللي هي عباره عن الميدل بوينت، هضربهم في بعض واجمعهم هيطلع لي في طلعوا كام؟ 416. اقسمهم على مين؟ على عددهم اللي هو كام؟ 60. هيطلع لي 6.93. ارجع تاني للمعادله، المعادله كانت بتقول ايه؟ انا جبت من المعادله بس الميو، يبقى انا عايزه بعد كده الام ناقص الميو لوحدها. بعد كده هبدا اربعها، هقول الام اللي هي ب2 ناقص الميو اللي هي عباره عن 6.96، واطرح كل واحده هيطلع لي الام ناقص الميو ارقام كده تحت من بعضها. بعد كده المعادلة بتقول ايه؟ الام ناقص الميول القوس لكل سكوير. يبقى اربع كل رقم طلع عندي 4.93 هتبقى 24.305، 2.93 هتبقى 8.58،
جبتهم كلهم تربيع. المعادلة تاني بتقول ايه؟ بتقول لي صم مجموع الاف مضروبة في القوس، الاف مضروبة في القوس التربيع. يبقى انا بعد ما ربعت هضربهم في مين؟ في الاف. الاف بتاعتهم كانت كام؟ الاولانية كانت 4، يبقى 4 في 24 وزائد 305 هيطلع لي 97، ال 12 في 8 علامة 58 هيطلع لي 103، وهكذا. ارجع تاني للمعادلة، المعادلة كانت بتقول ايه؟ صم اف في ام ناقص ميل قوس كل سكوير على ان، والان دوت هو عبارة عن مين؟ العدد بتاعهم. يبقى انا جبت اللي فوق كله هقسم بعد كده على مين؟ على 60، هيطلع لي 7.12%. 7.12% دي هي عبارة عن السيجما سكور الفاريانس. وبعد كده هبدأ ان انا اجيب السيجما لوحدها. السيجما لوحدها ايكوال ايه؟ السيجما لوحدها ايكوال الجذر التربيعي للسيجما سكوير، وبالتالي هيساوي 2.670. تمام. المسألة دي مهمة، مهمة جدا، يا ريت تركز فيها شوية. هي المسألة اللي قلتها قبل كده، وان شاء الله بإذن الله هتكون الموضوع سهل، يعني ما تقلقوش، هتبقى المسائل ان شاء الله بإذن الله سهلة. والمرة الجاية واللي بعدها هيبقى عبارة بس عن مسائل، وهحط لكم الحل ان شاء الله في الباور بوينت. وانتوا عارفين ما كنتش بحب احط الحل في الباور بوينت عشان انتوا بتحلوا بنفسكم، لكن هضطر ان انا احط الحل في الباور بوينت ونمشي بنفس الطريقة. قبل ما نحل او نعمل اي حاجة لازم نكون عارفين القوانين، عشان اقدر اطلع ستاندرد ديفيشن او فاريانس لاي حاجه لازم اكون عارفه المين لكل حاجه فيهم بتيجي ازاي. اعرف قانون المين بالنسبه للجروب داتا والمين بالنسبه للان جروب داتا، واعرف الستاندرد ديفيشن والفاريانس سواء كانت للجروب داتا او سواء كانت الان جروب داتا، واعرف السامبل واعرف الستاندرد ديفيشن والفاريانس سواء كانت من سامبل او سواء كانت من بوبوليشن. تمام. نركز شويه على القوانين. نعرف ان الام عبارة عن الميدل بوينت، الميو هي عبارة عن المين بتاعنا من بتاع الموبيوليشن، اعرف ان الاكس بار هي عبارة عن المين لسامبل عادية خالص، اعرف ان الاف هي عبارة عن الفريكوانسي. تمام. والسيجما سكوير هي عبارة عن الفاريانس، والسيجما هي عبارة عن الستاندرد ديفيشن. السيجما سكوير الفاريانس والسيجما هي عبارة عن الستاندرد ديفيشن. الاكزامبل اللي عندنا ده هو طويل شويه ولكنه مهم. تمام. ونعرف برضو ازاي بنحدد الكوفيشنت اوف فاريشنز واخبارها ايه، ونعرف المعادلات كويس. والمره الجايه ان شاء الله باذن الله نديكم ان شاء الله باذن الله مسائل على المحاضرتين. المره الجايه ممكن تكون مين وميديان ومود بس، والمره اللي بعدها هيبقى ستاندرد ديفيشن وفاريانس وكوفيشنت اوف فاريابيليتي ورينج، المسائل بكل شكلها وكل الطرق بتاعتها ان شاء الله باذن الله عشان تكون دماغنا متشبعه. بس قبل ما توصل لك المسائل، لو احنا ما قابلناش بعض تاني لازم تكون قعدت وذاكرت المعادلات. الله يبارك لك، المعادلات سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. تمام. وان شاء الله باذن الله بالتوفيق، وربنا معاكم، ويعني ان شاء الله باذن الله نحاول نتقابل في القريب العاجل.